سكتي اس امشي البيت انت فاهم ولا فضحك قدام الناس بسم الله عليك انت اللي ما تستحين باي قريلي الله يخليكم حق بعض حبيبتي لا تفهمي غلط حسابي معك بعدين امشي امشي قوم امشي امشي البيت يلا هاي شو هيدا فراشي وطايرة بالهواء يا أرض احفظي ما عليكي بابا اليوم كتر خير الله قطع بلا نكد لك معاش اللي بده ينكد عليكي بس هاتي اشارتي انها شو سر هالفرحة انت قلت لي قاعدة مع بدر هلا صحيح ما قدرت اشرب معه قهوة بس وعدته بكرة اشربها بمكتبه حلو وهذا اللي كان لازم يصير من الأول أنا قلت لك بدر خلوق وحساس وصادق عن جد حسيته مثل الطفل بس اللي عامله بدل على إنه رجال هلا فهمت كذا القصة وأنا بعترف لك إني كنت ظلمته أنا كنت عارف إنه بس تتعرف عليه رح توصلي للي قايل لك إياه عنه أنا ما بحياتي جبرتك على شيء أنت مش مقتنعة فيه بابا المسألة مسألة وقت الوقت والزمن كفيل إنه يكشف لنا كل شيء والإنسان ما بيتعلم إلا من تجربته إن شاء الله أصير مثلك إن شاء الله أقدر أرفع لك رأسك لك ربي يعطيني عمر وأفرح فيك هذا لك